السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، أسعد الله المساء. كيف الأحوال؟ كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مرة تانية وكما العادة يلقاكم على خير وبخير، وكتمتعوا بأحوال جيدة وبصحة جيدة وبالهنا والسلامة وإحساس بالأمن والاستقرار إن شاء الله. حبيباتي، يعني نزولا عند رغبة بعض المتتبعات، فكيكتبوا لي في بعض التعاليق ان سونا ديري لنا لي سوب نوعينا. واحد الاخت الله يجازيها بخير في التعليق ديالها كت اللي هي شكرات يعني الوصفه الاولى ديال لا سوب ديال القرعه مع بطاطا الحلوه، وطلبات مني قالت لي سونا الله يجازيك بخير حاولي تدير لنا سلسله من الشوربات. قلت لها لي مالا، مرحبا والف مرحبا. ومع هذا الفصل هذا اللي هو فصل الشتاء كيحتاج هاد الوصفات هادو وهاد الوجبات، اما في العشاء او في الغداء تنوضعوهم تيجيو هائلين. حنا كمغاربه يعني في ثقافتنا في الوجبات، في الوجبه ديال الغداء الغذائيه ديالنا عاده تنديروا لاسوب في العشاء، ما كنوضعوش لاسوب في الغداء. لكن صدقوني حبيباتي، انا جربتها كوصفة كوجبة بلوتو في الغداء، يعني هي وجبة متكاملة كتزيدي معها شي حاجة أخرى، كترفقيها مع الحوت سمك أو دجاج أو لحم ومع سلاد. صدقوني راه وجبة متكاملة وصحية كما العادة كما ينبغي. إذا حبيباتي نبداو على بركة الله. هاد لاسوب اللي كتكون وكتجي حتى هي غزاله، جربوها وراه غتشكروني عليها. اذا هذه كتكون لالا من سميتو من البسباس، انا دايره هنا دائما على فكره، وكنذكر عاوتاني بهذه المساله، انا دائما تنعطيكم يعني المقدار اللي كندير انا في داري على حساب يعني افراد الاسره ديالي، وانتم كل واحد تبارك الله على حساب الاسره ديالو والافراد الاسره ديالو كيدير لا كونتيتي. المهم انا كنعطيكم الوصفه يعني شنو كيدخل فيها كمقادير، شنو كيدخل فيها الطريقه كيفاش تحضريها، وانت لا كونتيتي طبيعه الحال اما كدوبلي ولا كتريبلي لا كونتيتي. اذا نبداو على بركه الله. عندنا البسباس، انا هنا واخده جوج بسباسات مغسولين كما ينبغي وهذا مقطعين طريفات. عندنا الجزر اللي هو عندي هنا ثلاثه الجزرات مقطعين، عندي بصله كتكون شي شويش بحجم ما كبيرش بزاف وما صغيرش، ما فوق المتوسط كتكون بصيله هكا ياك. عندنا فيه ثلاثه الدروس ديال الثوم، ثلاثه الدروس ديال الثومه. عندنا البزار، وعندنا الملحه، وعندنا الزبده. الزبده هي لاستيس يعني الاصلي والاساسي في سميتو في لي سوب بحال هكا، باش ملي كتحمري فيهم الخضره تتجي نسمه هائله. وعندنا واحد رشه ديال يعني قطره من القطرات ديال صويا صوص الوغ وخلاص. وشنو قلنا؟ وربطه ديال المعدنوس والكرافس، هذه هي بوغ لو غو غير بالنسبه للنسمه، ما تنطحنوهاش مع لا سوب. وعندنا صدر الدجاج، هو هذا صدر الطرف ديال الدجاج اللي تنكون ماريني ديجا مرقداه، فاش تنكون انا مرقداه في شويه ديال الخلاص المليحه، تنكون مرقداه في البزار، تندير له سميتو شويه الزعتر، شويه ديال الزعتر الوغ الملحه والبزار والزعتر ولاصوص سوجا كنديرها وتنخليه يرقد باش كيشرب مزيان، هو اللي تنديرو به سوا ديزون بويون كنرميوه وتيطيب في لاسوب. وعاد نوريكم الطريقه كيفاش كنستعملو. اذا نبداو على بركه الله الطريقه ديال التحضير وكيفاش كتطيب هاد لاسوب باذن الله. اذا غادي نقرب لكم واقيلا ولا غادي نرفع شويه الكاميرا باش تشوفوا. دابا كتبان لكم ياك، كتبان لكم هذا الطنجره واخا كتبان واخا. دونك على بركه الله احنا كنشعلوا على طنجره اللي غادي نطيبوا فيها. تنوضعوا اول شيء الزبده،
نتوما الزبده على فكره كل واحد تيدير القياس ديالو، كاين اللي ما يديرش الزبده، يدير يعني الزيت البلديه، واللي كيدير ان ريجيم ولا شي حاجه راه غادي يعوض الزبده بالزيت البلديه. اذا كنديروا الزبده، تنضيفوا ليها البصل، تنضيفوا الجزر، وتنضيفوا البسباس، والثوم، دوك ثلاثة تدريسات ديال الثومة ياك، وتنبداو نحركو باش ديك الزبيدة ما كتحرقش، او ميم طون راها كتدخل في تدخل النسمة ديالها مع الخضرة. انا حركتها كومسا باش ما تديرش يعني باش ما تحرقش. كنضيف الان كنضيف المليحه قياس قليل، عرفتي علاش؟ لان ديجا صدر الدجاج راه حنا دايرين فيه، دايرين صدر الدجاج راه فيه ديجا الملحه، ومع لاصوص الصوجا راه فيها حتى هي المليحه. الوغ كنديروا واحد القياس اللي هو صغير، ماشي ماشي كثير، تنديروا نص معلقه ديال المليحه، وكنحركو تنحركو 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 حتى كنحسو بالخضيره راها شربات داك المذاق ديال الزبده، خلاص الملحه راها دخلات في العناصر. انا على فكره البنات بالنسبه لي هاد الشربات هادو بهذا الشكل هذا، صدقوني راه كنديرهم. ودابا نعاود نوضع لكم واحد لاسوب كتجي حتى هي غزاله، اون سوب ديال لي شامبينيون مع البصله، وهذا تيجيو تجي فنه حتى هي لذيذه 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 لاقصى حد. دابا نوضعها لكم ان شاء الله، دابا نصور يعني نوجدوها مجموعين، كتجي حتى هي هائله. انا هاد لي سوب حبيباتي تنوضعهم كوجبه، انا سابقا ما كنتش كنديرها، ما زعما ما نقولكمش شي حاجه اللي ما كنتش كنديرها، مي حاليا وعاد مؤخرا وليت كندير لي سوب يعني في الوجبات ديال الغداء، تنوضعهم بحال هكا ملي كيكونوا بيان كونسونطري وتيكونوا هذا، تنديرهم في وجبه ديال الغداء مع كي قلت لكم اون سالاد فاريي، مع هذا حوت في الفران، مع دجاج هكا ستيكات ديال الحيمه ولا شي حاجه، وراها غدا هائله كما ينبغي. بعض الخطرات راه تنحتاجو ناخذو شي حاجه هكا ناشفه تجي زوينه، صدقوني راه تيجيو لذيذين. تنغيرو ندخلو عاوتاني شويه على ثقافتنا حنايا، هذا عندنا لي سوبغي بالليل، هادي عاده عندنا، واش كتشاطروني الراي ولا لا؟ عندنا لي سوب، بعدا انا بعدا كبرت هكا، عندنا لي سوب ولي باك سافو ديغ العشاء. حنا بغينا نغيرو شويه الثقافه وندخلو لي بات في الغداء، وندخلو لا سوب في الغداء، لما لا لما لا. اذا البنات هي دي تحمرات، دابا راها تحمرات في سميتو، كل ما قدرتو تصبروا عليها، يديكم يتحرك يديكم يتحرك حتى كتشرب مزيان ديك الزبيده والمليحه، عاد نضيفوا لها. وانتم خلاص حنا دايرينها، عاد تنضيفوا لها البزار، بزار ما تكتروش، لان خلاص البزار في لي سوب تيبقى مجهد، الا كثرتيه تتبقى تيبقى داك اللوغو ديالو داير مجهد. هيا دي كنحركوها ياك، من بعد ملي تتهبط تتنزل غادي نوضع لو بوكي اللي درنا على جنيب، كنديروه طاوة على جنيب، ونديرو هاد صدرة الدجاج حتى هو نحطوه هكا باش حتى هو تيطلق النسمة ديالو، مع ديك ماريناد ديال لي زيبيس اللي درنا فيه، ديك العطرية اللي درناها فيه ياك. وتنخليه تنغم عليهم شي شويش، مازال ما كنزيدش الماء، تنغم شي شويش وتنخليهم تيزيدو يتحم يعني الخضرة كتزيد تتحمر في هذا. وسمحوا لي واش ذكرت لا كريم فريش ولا لا؟ انا ما بقيتش عاقله الا ما كنتش ذكرت، كنت ذكرتها راني كنعاود نكررها، ما ذكرتهاش هاني كنقولها لكم، يعني في اللمسات الاخيره د لاسوب بعد ما كان هذا نطحنوها وداكشي، كنضيفوا لها هاد لا كريم فريش
مع لا صوي صوص، هي المرحله الاخيره من بعد وغادي تشوفوها في المرحله الاخيره. اذا البنات هيا دي احنا يا دابا راه تحمرات، كنكونوا موجدين الماء طايب ياك، تكون الماء طايب لا سوب ما تشيشو تخوي عليها الماء باب، كتكوني موجده لها الماء غليان وهكا تضيفي ليها. اذا احنا غنضيفوا لها الماء، هاد لا سوب هادي كتبغي الماء ماشي بحال لا سوب الاولى ديال القرعه، لان هادي كنزيدو نطلقوها بالحليب بنصف لتر ديال الحليب. اذا هنا تنضيفوا الماء شويش تيكون بزايد القياس اللي تطيب فيه لا سوب ياك، القياس اللي كتكون طيب كطيب فيها لا سوب. اذا دابا غادي نسد عليها وغنخليها حتى تطيب، ومن بعد حبيباتي غادي نرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي، ماشي الشكل النهائي وانما ملي تطيب شنو العناصر عاوتاني اللي تنضيفوا لها. تنضيفوا لها هذا الشيء ونعاودوا نردوها عاوتاني شويه وعاد نشوفوا الشكل النهائي ديالها. اذا ما تغادرونيش وخليكم تتشوفوا النهائيه ديال هذا النتيجه ديال هذا لاسو. يلا حبيباتي خليتكم دابا على خير وبخير، حتى نتلاقاو من بعد. حبيباتي رجعت من بعد ما خلاص طابت لاسو وطحنتها، دونك ملي كنبغيو نطحنوها تنحيدو ديك داك صدر الدجاج عويضه، وتنحيدو داك لو بوكي ديال الكرافس والمعدنوس ما تنطحنوش، تنحيدوه ياك وتنطحنوها. شوفوا في كي كتجي هانتوما كتجي خاطره. من بعد ما كنطحنوها تنضيفو يعني داك الكاس، هو كاس ديال لا كريم فريش، كنضيفوه كامل وتنشعلو عليها باش كتعاود تغلى فيها هاد لا كريم فريش. وكنعاودو نضيفو قطرات هيدي، كنحركوها باش تخلط معاها، وتنضيفو قطرات من صوص الصوجا. كانت حيت هادي عندي انا عاقده، هذيك لاصوص الصوجا اللي عاقده، تندير شي 3 ولا 4 ديال هكا ديال القطرات ديال لاصوص الصوجا. ها تنخليوها كتغلي تتغلي تتغلي ماشي بزاف، يعني باش كتجانس داك لوغو ديال لا كريم فريش ولا صوص الصوجا، باش كتجانس مع سميتو يعني لا سوب. من بعد ما كتغلي ياك تنضيفوا لها اخر، قبل ما نطفيو عليها تنضيفوا هذاك صدر الدجاج اللي كيكون طاب وطلق النسمه ديالو وطلق البويون ديالو في لاسوب، تنقبطوه وتنقطعوه على هذا الشكل. ها نتوما كتشوفوا كنقطعوا على هذا الشكل، وحتى كنطفيو عليها عاد كنضيفوه ليها باش كيجي طراف ما تيتطحنش، تتاكلي فيها طراف. اذا هي غادي تغلى، من بعد ما تغلى غادي نعاود نرجعوا باش نقدموا الشكل النهائي لهاد لاسوب كيفاش كتجي، لا في الماء يعني في الشكل ديالها ولا في يعني في الخطره ديالها كي كتكون. اذا خليكم ما تغادرونيش باش تشوفوا الصحن الاخير ديال لاسوب. اهلا حبيباتي عدت لكم من جديد باش تشوفوا الشكل النهائي ديال لاسوب كي كتجي، كصدقوني راه كتجي هائله، لا مذاقا ولا شكلا. ومن بعد ما كطيب خلاص كيغلى فيها شي شويش داك بلوتو لا كريم فريش وشويه ديال صوص الصوجا اللي كنغليوها شي شويش باش تجانس العناصر وتطلق المذاق ديالها، كنقدموها في الصحن وكنضيفوا لها داك صدر الدجاج اللي كنقطعوه من بعد رقيق، كنضيفوه ليها. ومن بعد كنزينوها بوراق الشبت اللي هو البسباس، داك الوريقات ديالو النيت، هو راه صحي زعما صالح للطياب وتيجي النكهه ديالو هائله. كنقطوه تنقطعو رقيق وتنزينو به الطبق، وكو او ميم طون كنديرو داك الصدر ديال الدجاج كيجي ها هو طريفات كيجي غزال فيها هائل، راه طالق النسمه ديالو. وصدقوني بالصحه والراحه وتاكلوا بها بالهنا ان شاء الله وبالصحيحه وبالسلامه والتيسير. اذا حبيباتي كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا، لان فوق ما كيجيني شي يعني شي تعليق اللي هو تيحفزني للقدام وتيعطيني واحد التشجيع
يعني باش نزيد نعطيكم من مزيد من الوصفات والتجربة ديالي نشاركها معكم. تجيني فرحة كبيرة مني كنسمع الأخوات يقولوا لي تبارك الله عليك سنة ذاك الشي غزال تبارك الله عليك، راه باين المذاق هائل، باين الحاجة غتجي زوينة. راه كنعطيكم الوصفات حبيباتي من قلبي بحال اللي كنوجدها لوليداتي ولا كنوجدها لعزمة عندي، وما كاين ما عزمة منكم. إذا حبيباتي ما تنساوش كما العادة تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديال كل الفيديوهات، وتشتركوا في القناة اللي هي قناة سونا ستارز أوفيسيال، وبدعمكم إن شاء الله نوصلوا كاملين ونعطيكم المزيد وما نبخلش عليكم، وخليتكم على خير وبخير. وإن شاء الله إلى فيديو مقبل بإذن الله، فيه وصفة جديدة، فيه شربة جديدة، فيه حاجة أخرى إن شاء الله جديدة. وخليتكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.